اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفنا الاعزاء، الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام. استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف ومنور. نور الدنيا كده. الله يخليك استاذ جمال. استاذ محمود، ابدا الاول مع حضراتكم، يعني لم نتقابل منذ ان انتهى كاس العالم. اعرف الاول رايكم في تنظيم كاس العالم، في مباريات كاس العالم. هل بالفعل زي ما سامعين او زي ما شفنا هناك البعض بيقول ان ده احسن احلى كاس عالم من الناحيه الفنيه، هل ده حقيقي؟ هو لا، هي مساله الافضل فنيا بتختلف طبعا. يعني كل بطوله كاس عالم بيكون فيها ايجابيات فنيه وسلبيات طبعا، لكن نقدر نقول ان هذه البطوله هي الاكثر اثاره وجاذبيه حتى للمشاهدين. كل الناس كانوا متابعين البطولة بشكل قوي جدا على اعتبارنا بتقام لأول مرة في دولة عربية. أوكي. وتقام في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن كل الناس أو المصريين بشكل عام يعني كانوا يعني بيتمنوا أن يكون منتخب مصر موجود. مش هنقلب المواجع يعني، بس كان الناس كلها بتتمنى ده. أما من الناحية الفنية فهي شهدت طبعا مفاجآت كبيرة جدا، منها ارتفاع مستويات الفرق الأفريقية والعربية والأسيوية. طبعا أثبتت برضو أن يفوز في النهاية الفريق الأفضل والأكثر حفاظا على توازناته، بدليل أن منتخب الأرجنتين اللي يشوفه قدام منتخب السعودية في أولى مبارياته بالهزيمة اللي تعرض ليها لم يكن يتوقع أو كتير شكوا في انه المنتخب الارجنتيني ممكن يوصل. طبعا البطوله اكدت جدا على ان النجوم بيبقى لهم دور مهم في قياده فرقهم طبعا، زي ما شفنا مع الارجنتين ليونيل ميسي اللي تالق على مدار البطوله كلها في كل ادوارها، احرز اهداف ونجح ان هو يقود فريقه. طبعا مع دي ماريا، مع الفاريز، مع المجموعة دي كلها، ان هو يقدر يحقق الامل اللي كان ينقصه هو شخصيا حقيقي، لان هو كان في الفوز بكاس العالم هو حقق كل حاجة على مستوى اللعبة كلاعب، يعني فوزه اكثر من مرة بلقب افضل لاعب في العالم وهكذا، لكن كان ينقصه هذا الامر لانه دايما بتعقد مقارنات بينه وبين مارادونا اللي هو اخر برضو الجيل اللي خد كاس العالم 86. في فرنسا ايضا كان هناك دور كبير جدا جدا لامبابي، ويعني فعلا قاد الفريق بنجاح خلال وخصوصا في المباريات الاخيره، ونجح ان هو برضو يترك علامه على ان هو خليفه لكبار اللعبه رغم صغر سنه، وان هو ممكن مستقبلا يبقى هو يتالق ويلمع اكتر بدليل مشاركته في كاسين عالم ورا بعض واحرازه عدد كبير من الاهداف في البطولتين يعني. لكن اجمالا الناس كلها استمتعت، واعتقد ان النهائي كان هو ملخص يعني في التعبير عن الاثاره والنديه اللي كانت بين الفريقين يعني. استاذ محمود، النديه والاثاره نعم، ختامها ميسي. يعني هو كان عنوانها ختامها ميسي بأمانة شديدة. ميسي ختامها ميسي في واحد من أروع نهايات المونديال اللي ما يعني يمكن رديتك دلوقتي عنوان حلو، ختامها ميسي. ختامها ميسي، ختامها ميسي، لأنه أنا شايف إنه ده واحد من أفضل النهايات اللي الواحد شافها من يوم ما يعني وعي على الدنيا وشاف كأس العالم. ممكن أنا بفكرني بماتش شهير في مونديال 82 ما بين فرنسا وألمانيا. المباراة دي من المباريات الشهيرة جدا، اعتقد انا متذكر مش عارف في دور الثمانية او دور الاربعة، وكان فرنسا فايزة 3-1 ورومانيجا قلب المباراة في الاكسترا تايم. ممكن مباراة ادت شكل واحيت كاس العالم، يعني عملت هو ده كاس العالم. يعني مباراة فريق مسيطر لغاية الدقيقة 78 وتتقلب المباراة في 80-81 في دقيقتين، حاجة غريبة جدا. صحيح. ها، وينطلق الكونكورد الفرنسي ويقلب الماتش، ثم يعود الهدوء ليونيل ميسي ويعد منتخبه، ثم لقطة من أروع لقطات كرة القدم تجسدت
في الفرصة الضائعة واللي تصدى لها ماشي مارتينيز. حاجة بص، صعود وهبوط، هي دي المتعة. لكن كابتن اسلام لو جينا حللنا وقارنا واجملنا المشوار بتاع كاس العالم عشان نقارنه بالمونديالات قبل كده، لان هتبقى العمليه صعبه. ليه؟ لان في المونديالات السابقه كان في نجوم في مختلف الخطوط. حقيقي. يعني كان في فلان وفلان، لكن كان في نجوم في الدفاع، نجوم في حراس المرمى، نجوم في الباك رايت، في الباك ليفت. المواهب قلت بالصوره اللي انت شايفها، فناس قاعده تنتظر مين؟ رونالدو، ميسي، نيمار، دول اللي كان داير حواليهم ايه؟ الدوائر. لكن ميزة هذا المونديال انه الادوار التمهيديه دور المجموعات من اروع دور المجموعات اللي اتلعب في المونديال. أوكي. اثاره ومتعه. الحاجه الثانيه ان هناك كثير من التوابيت تم تحطيمها. نعم. انه لم يعد هناك صغير، خلاص الصغار اكلوا الكبار، بمعنى منتخبات اسيا، قدم من اسيا، منتخبات افريقيا، وعلى راسها منتخب المغرب، حطم كثير من الحواجز النفسيه والمعنويه، انه بامكانك انك تروح للمباراه النهائيه، ده ممكن يبقى حلم. هيحطك في الحساب. حد يقول لي ده مش صدفه، اقول له لا، مفيش حاجه اسمها صدفه، في حاجه اسمها جهد، في حاجه اسمها توفيق وعدم توفيق، وهي دي الكوره. دليل الحاجه الثانيه، هناك ابطال اخذوا منتخبات بطله، ولكن يعني تم كشفهم على انهم ابطال من ورا. منتخب البرازيل اخذ ضجه كبيره جدا، ولكنه سقط امام منتخب كرواتيا في مباراه، والبرازيل لم تذق طعم الفوز بالمونديال منذ 2002. ايضا يحسب للارجنتين انها عادت للكره اللاتينيه البطوله 20 سنه، واوروبا مسيطره على البطوله، ما عرفتش تستردها. المجمل اللي حدث، التنظيم الاستثنائي اللي نظمته دوله قطر، وحسابات اخرى، واللي فيها التحكيم، واللي فيها الفار، واللي فيها كل المشهد اللي انت شايفه، رغم محاولات التشويه حتى بعد المباراه النهائيه، والحديث عن العبايه اللي لبسها ميسي والطريقه والكلام ده. لكن بامانه شديده اصبحت مشكله لدى الناس، هنعمل ايه بعد ما خلص كاس العالم؟ هنتفرج ازاي؟ هنرجع للدوري. ها؟ هنتفرج على الاهلي ده حسبته حاجه ثانيه على فكره. لا الدوري يعني. يعني بتكلم على المشهد، الناس دلوقتي بحس ان عندها نوع من ايه؟ نوع من الفراغ، تكون تقعد قدام التلفزيون من 12 3 6 9، يعني انت ايه؟ قد يومك، لكن يوم خلاص. كامل يعني. يوم كامل. لك فانا عاوز اقول لك انه لا يعني ايه؟ لا في حاجه بس الناس عندها اكتئاب من الناس عندها احباط. لا اعتقد المونديال ده هيكون فيه تحليلات كتيره جدا، اكيد المديرين الفنيين الكبار اللي قاعدين بره اكيد هيشوفوا حاجه، اكيد هيقولوا حاجه. فاعتقد انه هنيئا لقطر النجاح، هنيئا للارجنتين لميسي تعاطفت معه كرة القدم أخيرا، ومنحته قبلة الحياة قبل وداع المستطيل الأخضر. فأعتقد أنه من النهايات المميزة جدا. فرنسا تمتلك منتخب في أكثر من روعة، ولكن الكرة انحازت للاعب الأفضل على مستوى العالم حقيقي. وبما أننا بنتكلم عن كاس العالم للمنتخبات، هنروح بقى نتكلم عن كاس العالم للأندية ومشاركة النادي الأهلي في كاس العالم، أو المشاركة التامة للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. ولكن خلينا نطلع نشوف انفوجراف عن النادي الاهلي ومشاركته التامه في كاس العالم للانديه. طيب ده كان انفوجراف استاذ جمال، استاذ محمود، عن مشاركه الاهلي التامه في كاس العالم للانديه. كيف ترى مشاركه هذه النادي الاهلي، خصوصا في ظل اللغط اللي كان بيحصل على حاجه منتهيه، وحاجه يعني حتى كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده علق على هذا الامر. شوف يا كابتن، اولا يعني انا بعتقد انه ده حق للاهلي. رجع يعني، انا بقول ان النادي الاهلي برضو مجلس ادارته كابتن محمود الخطيب اثبته، لو تفتكر ايام اقامه النهائي الافريقي من مباراه واحده، النادي الاهلي اثبت حقه. فاعتقد انه تنظيم المغرب لكاس العالم للانديه هذه المره اتاح الفرصه، ده من وجهه نظري، للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ان هم يصححوا الوضع. اوكي. يعني ما بقولش انها ممكن مقصوده ولا جهود مباشره. الاتحاد الدولي يا ريس. لا انا اقصد يعني الاتحاد الدولي على فكره هو اللي اصر الاتحاد الافريقي. لا هو ما هي ممكن جدا كانت تقام في قطر او في الامارات. في الامارات كان في عروض لاقامتها هناك، لكن اقامه البطوله في المغرب الشقيق اعطى الفرصه ان يكون هناك فريق اخر حقيقي، والفريق الاخر ده لا يمكن يكون حاجه تانية غير اللي هو طرف الاخر في المباراه النهائيه. مش هينفع تجيب اي فريق كده اختيار. هي اللوائح واضحه يعني، وما كانتش محتاجه. في بعض الناس اجتهدوا خطا
وقال لك مش عارف يبقى ايه ويبقى ايه، لكن الصح هو ده. مشاركه النادي الاهلي رغم انها ليست جديده عليه، يعني مشاركته في كاس العالم للانديه، الا انها مهمه جدا وجايه في توقيت، يعني انا بقول هي اعاده تصحيح الوضع، ان يكون النادي الاهلي موجودا رغم ما تعرض له من ظلم على هامش النهائي الافريقي. فنقول ان هي مشاركه جديده، ان شاء الله الاهلي يحاول الاستعداد ليها بشكل جيد جدا. واعتقد ان ده ممكن من خلال لو راى مجلس الاداره او لو راى الجهاز الفني تدعيم الصفوف في الانتقالات الشتويه بلاعب او اتنين، يعني حسب ما يروي، يعني بالاضافه طبعا لباقي الكتيبه اللي موجوده، اعتقد انها أعتقد تبقى فرصه. سيد النهارده في كلامه برضو يا استاذ محمود وهو بيتكلم عن انه هناك تدعيمات ستحدث طبعاً خلال الفتره القادمه في شهر يناير، يعني طبعاً عشان زياده الشراسه مع الفرقه، الفاعليه الهجوميه والناحيه الدفاعيه كل الامور مع الكتيبه او مجموعه الفاعليه الهجوميه والدفاعيه نص الملعب. كابتن، اولا ده انا شايفه كل الضجه اللي اتعملت وانبرت بعد المنابر الاعلاميه في مصر وللتبرير والسؤال والبحث، وكان الاهلي هو من تقدم بالطلب بالظبط لانه يلعب في كاس العالم، دي هديه ودي حاجه جت كانه تقدم بالتماس بالتماس، يعني عاوز اقول ايه، يعني في حاله غريبه جدا ما اعرفش احنا ليه بنعمل في كده يعني مع بعض، يعني مش ايه هنوصل لمرحله ايه، مش كفايه الخيبه اللي احنا فيها، يعني مش شايفين الناس التانية كانت فين واحنا فين، يعني ايه سبب الصراع عليه؟ ليه كل حاجه تيجي الناحيه الاهلي عاوزين نحاول وتخرج الانتماءات بشكلها ويجي واحد يبرر لنا ويتفلسف علينا ويطلع لنا اصل النادي الاهلي الكبير، النادي الكبير ايه؟ احترم الكبير طيب، لانك لو في الناحيه الثانيه وفي الطرف الثاني المقابل ما كنت انت تجرؤ ولا برنامجك ولا غيرك ولا اي حد من الموجودين يستطيع ان يتكلم بكلمه واحده عنه، لو كان الكلام ده طرف نادي ثاني فمصر ما كنتش تتكلم وتعمل حساباتك، لكن الامر دي حاجه دي حاجه بتاعت ربنا جت كده نزلت كده واحده يا جماعه لا هنعمل كذا، لا في ابو ظبي لا راحت المغرب، بدل ما اقول بدل ما يتقال انه مثلا تم رد الاعتبار، سبحان الله حاجه ما كانتش مترتبه جت كده هديه من عند ربنا لناس مثلا تعبت وبذلت جهد، هنقول يا جماعه الاهلي خسر المباراه في الملعب، ما حدش يقدر يختلف على كده، ما حدش قال حاجه، مش هنزوق الكلام، لكن حسابات الاهلي في البطوله ايه؟ انا شايف انه هتبقى الامور صعبه مش سهله زي ما الناس متوقعه، هتبقى يعني بطوله مش هتكون زي بطوله البطولتين العام الماضي، انت عندك مباراه مع اوكلاند سيتي، عندك مباراه لو فزت على اوكلاند هتقابل الوداد، ودي من التحديات المهمه جدا اللي تبرهن على انك انت واقف على ارض صلبه ولا مش واقف على ارض صلبه، ده كل الكلام ده وكل اللي قاعدين منتظرين انك انت تروح وتخسر المباراه الاولانيه وترجع وتخسر او فزت في الاولانيه وخسرت الثانيه، يعني عاوز اقول ايه؟ طب ليه انا ما يعني ما انشغل بنفسي وبفرقتي وبعيوبي وعادي؟ انت حط الاهلي في حساباتك ليه؟ وبعدين ايه؟ عاوز اقول لك على حاجه يا كابتن اسلام. الاشتراك في كاس العالم هتكشف عن سيناريوهات مختلفه على الصعيد المحلي. وانا بقول لك كلمه اهو واحنا قاعدين مع بعض والمشاهدين شايفيننا. يعني ايه؟ ممكن تفهم؟ بمعنى يجب ان يضع النادي الاهلي وادارته بوعي كامل ما يحصل ما يحدث في المسابقه المحليه. طبعا انا بكلمك اهو، انا بتكلم على انا بكلمك اهو، لابد ان تضع انك انت رايح الحته دي وبعدين سيب المسابقه المحليه بقى. لا وبعدين ما انا بكلم المسابقه المحليه هيحصل فيها ايه؟ لان انا سمعت تصريحات كده. انا بدي لك على حاجه، انا عاوز حضرتك تقول لي هلاعبك ماتش كل يومين. ما انا بكلمك اهو، ما هو بنعيد السيناريو، ما الراجل طلع قال لك خلاص مبروك الدوري. انت شوف النهارده انا عاوز اب مبرر بس من الحكم ومن الراجل القاعد اللي عنده ضمير في الفار، لغيت الهدف في الدقيقه 46 على اي اساس؟ يعني اقنعني، يعني اديني فرصه، ها يعني يعني برر لي، انا اصغر برر لي في المباراه دي والمباراه اللي سابقه. انا شايفه هدف صحيح 100%. مش انت شايفه ده اللي قاعدين بيتفرجوا شافوه انه هدف صحيح 100%. يا كابتن انا بقولها لك اهو الامور، واحنا اتكلمنا مع حضرتك وتناولنا اللي حصل، يا جماعه هناك سيناريو مشابه لما حدث في الموسم الماضي، إذا لم يكن لدى اللاعبين ولا الجهاز الفني وإصرار على مداواة الكلام ده، أنا بقول أهو خش بالكرة الجون، أجبر أي حد
زي ما حصل النهارده. اه طبعا، ما انا بقول لك النهارده اهو ماتش راكبه في الشوط الاولاني يخلص بسهوله جدا. ليه ليه انت بتصعب الامور على نفسك؟ والماتش اللي فات انت راكبه وطرد يعني عاوز اقول لك ايه؟ لا في حاله يا كابتن محتاجه بامانه يا كابتن اسلام، لا محتاجه اللعيبه فعلا يا جماعه. النادي ما بيتاخرش، مجلس الاداره ما بيتاخرش. بحيي جمهور النادي الاهلي وبقول له انت البطل النهارده حقيقي، انت رقم واحد. اللي انت عملته النهارده بامانه شديده الشيء، هو ده الاهلي، هو ده جمهوره، وهو ده فعلا سنده وده حماه فعلا. يا جماعه لا، احنا داخلين على مرحله، اسمعوا تصريحات رئيس لجنه المسابقات ويقول لك ايه الارتباك والارتباط وما كناش عاملين حسابنا. يا عم ده بطوله دوليه، بطوله جايه من الاتحاد الدولي، مش الاهلي هو اللي راح ينظمها. لا وهنعمل، والموسم مش هينتهي كده في 30/6. لابد لا 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 في نقطة مهمة. خد المؤشرات يا استاذ، في نقطة مهمة لابد على اتحاد الكرة المصري يا كابتن اسلام ان هو يراعي. ده مش عاوز يداري اللي عمله حتى يقف يقول تصريح مساند للاهلي. طب يمثل مصر في هذه البطولة؟ لا يعني نرجع بقى نعيد، ما انت مش كل مرة هتوقع الظلم على النادي الاهلي. يعني ما ينفعش انت النهارده، وانا يمكن قريت بعض التصريحات لمسؤولين في المسابقات، اعتقد الحاج عامر حسين يعني كان صراحه انه هيتم بناء على، مش عشان النادي الاهلي عموما، هيتم اعاده النظر في جدول المسابقه. لا هو لا عشان لانه ما كانش محطوط النادي الاهلي. لا ما كانش هو قال كده. لا هو اللي قال كده، ده لازم عشان النادي الاهلي. هو مش النادي الاهلي ده بيمثل مصر ولا بيمثل مين يا جماعه؟ ما كانش بس نفسه محطوط في الحسبان ان في مشاركه للنادي الاهلي في كاس العالم. خلاص بقى فيه، ما خلاص فيه مشاركه، خلاص يا ريس بقت امر واقع. هذا الامر الواقع يترتب عليه على طول أيوة، ان يتم مراعاه هذا طبعا الأمر. لا ما هو المراعاه ايه؟ ما هو يا فندم، ما هو ده اللي انا مراعاته في الجدول ومواعيد المباريات. لا في مواعيد المباريات، ما هو السنه اللي فاتت طبعًا. ما هو كان في مراعاه، كنت بتلعب كل يومين يعني كانت في ايام بتلعب فيها كل 48 ساعه بالظبط. صح مش هيحدث. هل ده هيحدث؟ لا لا، ده هو قال صراحة انه نهاية الدوري مش هينتهي في الموعد اللي هم اعلنوا عنه. انا بقى هقول لحضرتك مش مشكلتي حاجة. لا انا كنادي اهلي وانا رايح العب في كاس العالم باسم مصر وباسم يعني باسم مصر طبعا وباسم النادي الاهلي. طبعا فانا يعني مش ذنبي ان انا رايح العب في كاس العالم بالظبط يعني كده. معلش لا هو مش ذنبي ان انا النادي الوحيد اللي في مصر راح يلعب في كاس العالم. هو النادي الاهلي لو اتعملت البطوله وتم استبعاده في ابو ظبي مثلا، اتعملت في ابو ظبي، كان النادي الاهلي هتقدم مطالب الاتحاد الدولي لا طبعا ورافض نبع لا طبعا يا اخي. شوف يا اخي يا كابتن اسلام، هنا بيت القصيده يا كابتن اسلام. هو ده الهدف، انا اعمل ايه؟ اخطط ازاي؟ اشتت ازاي؟ اوديك في السكه اللي انا عايزها بالظبط. اذا لم يعي القائمين على الامر في النادي الاهلي، انا بقول اهو الدرس جيد جدا جيدا بصوره واضحه، الامر في غايه الخطوره. الامر مش هيقف عند كاس العالم. كاس العالم ممكن تروح في بطوله وظروفها ومش عارف ايه ما تمشيش معاك، ده وارد جدا. تركيزك البطوله المحليه رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشرين، وده اللي كلنا بنشاور عليه دلوقتي ومن دلوقتي. محدش يجي يقول لي هتلعب ماتشات كل يومين ولا تلاتة. خلاص لا لا لا. ما اعتقدش ان النادي الاهلي سيوافق على هذا الامر. مش هيحصل ان شاء الله. ما اعتقدش يعني. لانه في النهاية انا رايح امثل مصر. انتظر بس. انتظر بس. انا رايح امثل مصر. طب انتظر بس. انتظر لما يجي يقول لك كده. شوف انت هترد فعلا. لا انا بتكلم من دلوقتي. انا بقول لك انا على فكرة. لا احنا كلهم الرسائل مبطنة مغلفة من اللي قالها الحاج عامر. انا متكلم قبل ما الحاج عامر يتكلم. والسؤال. السؤال على فكره هو الطبيعي يحصل ايه؟ هيقول لك اعمل زي السنه اللي فاتت. ايه؟ كل يومين ثلاثه ماتش. ايوه كل يومين ثلاثه ماتش. تلاقي نفسك اللعيبه بتقع منك واحد ورا الثاني ورا الثالث ومحدش فيهم قادر وخلاص. لا وتخسر البطوله زي وخلاص. زي ما انت فوق يعني بقى عندك ارتباط ببطوله كاس العالم للانديه، اجل بقى نهايه الدوري. طبعا يعني أيوه طبعًا. خلي الدوري. ما اعرفش انا احلها ازاي، انا مش هقول حلها ازاي. خلي الدوري ياخد وقته. هناك مسؤول عن هذا الامر هو اللي يحل الموضوع مش اسلام طبعا. ولا يعني احنا ممكن نضع بعض الحلول، لكن هيقول لك ايه الحلول اللي انت بتضعها عشان خاطر النادي الاهلي. طب ما طبعا عشان خاطر النادي الاهلي. امال هعملها عشان طبعا يعني ما انا هعملها طبعا عشان لكن عموما ما احنا اتفقنا عشان نزنقه عشان يقع قدام. افتكر بس التصريحات دي، افتكر بس التصريحات دي. لن يسكت احد على هذا الامر. افتكر التصريحات دي كويسه، استعيد التاريخ اللي حصل. لازم تساعدني. ما هو انا عشان بستعيد التاريخ اللي حصل يا استاذ محمود بقول ان لن يسكت احد على ما حدث قبل كده. احنا خلاص
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لن يتكرر ما حدث، ما حدش هيسكت على ده، ما حدش هيسكت على الكلام ده يعني خالص، واخد بالك؟ واتحاد الكره اعتقد ان هو او رابطه الانديه لن يبرئوا على اتحاد الكره. معلش انا اسف. لا اتفضل. ممكن يا استاذ محمود بس اقول لكم حاجه على اتحاد الكره؟ حضراتكم عارفين ان احنا عندنا بطوله تحت 20 سنه تصفيات كاس افريقيا اللي مؤهله لكاس العالم او تصفيات كاس العالم؟ حضراتكم عارفين هذا الامر؟ انا عندنا مؤهله لكاس العالم بطوله افريقيا للشباب. ايوه بطوله افريقيا للشباب. ايوه ايوه بطوله افريقيا للشباب. يوم الجمعه، انت عارف ان هي يوم الجمعه؟ هذه البطوله من غير مدير للبطوله. هذه البطوله التي ستقام على الاراضي المصريه خلال الفتره القادمه. هذا منتخب الكابتن محمود جابر. منتخب الكابتن محمود جابر ده خلاص، ده اكتمل العقد بتاع المنتخبات لسه 12 منتخب. ما فيش مدير البطوله؟ انا سالت قال لي ما فيش مدير للبطوله حتى الان. ازاي يعني؟ ما هو لازم بعد بكره التصفيات. بعد بكره القرعه يعني. لازم القرعه مدير طبعا. ما هو انا دلوقتي ليه انا بقول لحضرتك ليه الكلام ده؟ لانه انا رحت سالت يا جماعه في كذا كذا، طب نتكلم عشان نفهم الدنيا، عشان نقول لشعب مصر يا جماعه في بطوله يوم كذا ولازم الناس تاخد بالها ونشوف، لانه الكل سينظر الى تنظيم مصر من خلال هذه البطوله، لانه في النهايه انت طالع من كاس عالم وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت سينظر ليك بعد اللي اتشاف طبعا مهما كانت. طبعا بشكل بسكيل اصغر وكل حاجه، لان دي بطوله اصغر، لكن في النهايه هينظر ليك. ده حدث مهم. حدث مهم. امال ايه؟ ما دول المستقبل بتاع الفرق. 90% من الشعب المصري لا يعلم عن 95% لا يعلم شيء. حتى المعلومه يعني تقصد انه حتى المعلومه الناس مش متابعه يعني. الناس مش متابعه. لان ما حدش قال لهم حاجه. ما حدش بيقول. ما هو المفروض ولا بيتم الاعلان عن هذه الامور حتى الان. انما ما تقلقش هيجيبوا مدير بطوله، ما تقلقش. هيجيبوا؟ الورقه ورانا والدفاتر دفاترنا، ما تقلقش. امتى؟ بكره الساعه 12 بالليل او يوم الخميس الساعه 12 بالليل قبل ال هيقول لك ما احنا كنا عاملين مدير التنفيذي اي حاجه يبقى مدير بطوله اي حد يعني هيقول لك احنا كنا عاملين وانتم ما تعرفوش. طب ما امال مين اللي يعرف؟ لا يعني هو مين سر. مين اللي المفروض يعرف؟ لا وهو سر، ما انت المفروض تبقى قايل للناس كلها. يعني ما هوش خبر يعني. انا دلوقتي عينت الاستاذ جمال الزهيري. طب ما تعين الاستاذ جمال الزهيري عشان انا واعلن واعلن عشان اروح اساله. طبعا هي البطوله امتى؟ ابعت كاميرا واشوف وفي اجراءات تنظيميه وجمهور الاهلي يشوف والاجراءات التنظيميه والامور التنظيميه والماتشات هتلعب كل ده بالظبط. هل تم الاعلان عن هذه الامور؟ لا ما حدش يعرف عنها حاجه. لا يعني انا يمكن لا لا مش عارف. لا 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 فبسال حضراتكم اساتذه كبار وعارفين. لا لا ما حدش عارف عنها حاجه خالص. كله في السر يعني. ايوه هو قال لك بقى الناس مشغوله في كاس العالم. خلاص كاس العالم خلص. ما هو احنا بقى كنا مشغولين. هيقول لك احنا كنا معينين والله وجايبين الراجل مدير تنفيذي للبطوله وبتاع و100 100 يعني. انا الحقيقه مندهش جدا من هذه الامور ومش عارف الحقيقه ممكن نصل لايه. بالمناسبه برضو بما اننا بنتكلم عن هذا الامر، انا اتكلمت عنه في البدايه. كيروش الحقيقه بيتكلم كتير جدا في موضوع ان هو له مستحقات واتحاد كره القدم. انا رايي ما اعرفش برضو راي حضراتكم ايه. لو اتحاد كره القدم لو كيروش له مستحقات متاخره يذهب الى الفيفا. ما يذهب يا كابتن لو انت موقفك قوي. لو يعني طب ما يطلع بيان بدل الكلام اللي لا 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 هو الغريب في موقف اتحاد الكوره. هو الراجل قابل رئيس الاتحاد في قطر. قلنا الحكايه دي النهارده. ماشي قلناها. حكيناها. مين المفروض يا فندم يطلع يتكلم؟ رئيس اتحاد الكوره. يا مين؟ يا المدير التنفيذي. يا المدير التنفيذي طبعا. ايه علاقه الحاج عامر حسين؟ معرفش. ما هو ده السؤال برضه. يعني حتى لو اتكلمنا على فكره الراجل سالنا هذا السؤال. وبيتواصل هنا مع عمر على طول فساله. قال له كده. قال له يعني ما ايه علاقه الحاج عامر حسين؟ طيب اطلع اتحاد الكوره عشان اللغط اللي داير. هو الراجل زي ما تقول ايه خلاص انا ايه ما دام انتوا كده انا هعرفكم بقى. خلاص وانا عندي بقى اللي هيسمعني وان انا هقول اي تصريحات والكلام ده. بند من بنود انا شايفه برضو. بقول لعم كروش يا عم انت اكبر من كده. خلاص يا عم كروش 25000 دولار لا يعني. لا لا هو مش ما تسيبهم يعني كدا. يعني خلاص سيب. بعدين هم كلها الحسبه في المؤتمر الصحفي اللي ما عرفش يحضروا. ها هم كان سهل جدا يلموا الكلمتين معاه والموضوع ابسط من كده يعني. بس هي جت على دي. هو الراجل يعني هي جت على دي 25000 دولار يعني. هو يمتنع عن حضور المؤتمر. هو ما عرفش يحضر عشان بسبب المواصلات والدنيا زحمه في يعني. قصدي يا استاذ جمال الموضوع ابسط من كده. وكان يتجاب وهو هناك لما قعد مع الاستاذ جمال علام كان المفروض يلم الموضوع في كلمتين وخلاص. يا عم لما اسافر انا لما اشوف لك الحد. لا خلاص هنتحمل احنا النص وانت النص وخدهم يا عم مثلا العشرة. يعني مثلا الراجل متغاظ من حاجه ثانيه. انه الناس بتقول له كلام وبتعمل كلام. بتعمل حاجه ثانيه. يعني هو قال كده. قال ان هو تلقى وعود
بحل المشكله. اوكي، معنى ان انت تتلقى وعود بحل المشكله اديتني امل، يبقى انت بتديله لا اديتني امل ان انا خدت مشروعيه خلاص وحق مكتسب. نعم، طالما بتقول له هحل لك الموضوع، هو نفسه ابدا دهشته من الموضوع ده لدرجه ان هو كاتب رساله على الفيسبوك موجهه للواء مشهور على الملأ كده، بيقول له يعني شوف لنا حل، خلي الناس اللي عندك دول يشوفوا حل للمشكلة. لأن عيب إن الموقف ده يصدر من الاتحاد المصري، هيقلل من مصداقيته وهيقلل من احترامه كاتحاد. فطبعا ده كله، ما هو ده كله سمعة الكرة المصرية. هو ده اللي أنا بتكلم فيه بقى. طب ما يا إما البيان، يا إما اتحاد كرة القدم يطلع بيان ينفي في كل هذه الأمور ويقول أنا هعمل واحد اثنين ثلاثة، أو ويقول خليه يروح للفيفا، ساعتها كل الشعب المصري هيبقى معاك، وكل البرامج هتتكلم في هذا الامر. انت قلت بيان وعندك حقائق وعندك مستندات، وبالتالي خليه بقى يروح للفيفا او يعمل اللي هو عايزه. هما وقعوا في شر اعمالهم، لكن دلوقتي محدش بيقول لنا حاجه، محدش بيقول لنا هما وقعوا في شر اعمالهم. انت ممكن تعمل الكلام ده معايا هنا فانا اكلها. الراجل ده ما بياكلوش حاجه، انت شفته عامل ازاي في الماتشات. ده ما بياكلش. بما اننا برضو بنتكلم عشان وقت الحلقه، بما اننا بنتكلم عن اتحاد كره القدم، ايه راي حضرتك، خلينا نبدا باستاذ محمود، ايه راي حضرتك يا استاذ محمود وتقييمك للحكام بعد 8 اسابيع؟ هل هناك اختلاف في اداء التحكيم في مصر ما بين كلاتنبرج وما بين كابتن عصام عبد الفتاح؟ كان عندي امل، واحنا كلنا بامانه شديده كان عندي امل وراح اللقطه كان عندي امل وراح. اللقطه اللي دلوقتي بتكلم عنها انه الراجل بيطلع زي ما كان بيطلع كابتن عصام، كان بيطلع من متنرفز ويدخل في البرامج، هو الراجل حامي نفسه. انه طبعا يعني برضو اللغه عامل، اللغه عامل مشكله فعامل حاجز، فيطلع يقول لهم الكلمتين البوست، انا بايد الحكم في قرار كذا كذا وشكرا والسلام عليكم وخلص الحكايه. لكن انا اخشى واشعر باقتراب النهايه، لا من جزئيه انه هناك امر يحاك ان انا هحرجك. انا هعمل لك مشاكل بطريقه او باخرى مع الانديه الكبيره، مع الانديه المتوسط، مع الانديه الصغيره. يعني لما اشوف برضو نفس الالعاب في نفس بعض المباريات تحتسب هنا ضربه جزاء، هنا اعمل نفسي مش شايفه، هنا طرد، هنا مش طرد، هنا انذار، هنا كارت احمر. بامانه شديده الامر يا كابتن اسلام، الراجل خد شهر سافر كاس العالم اوكي، ورجع ياخده 3-4 ايام بعد كده يروح ايه الكريسماس. ده حاجه، ده حقه. ايه الناتج على المستوى، على القاعده، على المشهد اللي انا شايفه؟ ايه يعني بيمشوا لنا اللعب في بعض الكرات؟ طب القرارات الظالمه دي نقول للكابتن عصام يمشي. انا بكلمك القرارات الظالمه دي والاهداف والفرص دي ليه بتبقى سهله في اماكن وصعبه جدا في اماكن تانية؟ ما هو برضه ما فيش ضمير عنده، في ناس ما عندهاش ضمير ولا تعرف للضمير طريق، ومعتقدين كده لانهم نسوا ربنا. بامانه شديده الحكم هو قاضي ليس له رقيب الا ضميره، وضميره وربنا سبحانه وتعالى. نعم. رقيبا عليه الامر. بامانه شديده لو انتوا عاوزين تمشوه مشوه، وانا بقول لك انه خلاص ماشي، اللي ما مشيش اليومين دول هيمشي بعد شهرين ثلاثه، مش هيكمل كده كده نهايه عقده. ما خلاص واضح يعني من يوم ما اتكلم اللي هو صار وسلم في الموضوع وانا عرفت ان الموضوع خلاص. بس هي هتيجي بايه؟ واحدة 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 كده، نصعدها نصدمه بالاهلي في لقطة في ماتش ضربتين جزاء يا عم، خد واحدة وسيب التانية. هدف اوف سايد وهدف مش اوف سايد، وعليا وعليك وانت بقى وشطارتك. خلاص. وبعدين لما يطلع، ما هو ده برضه خلي بالك يا كابتن اسلام، لما يطلع حد يعني المفروض عضو مجلس ادارة نادي ويقول الكلام على الهوا انه كلاتنبرج اتجاهه ناحيه النادي الاهلي، ويترك الامور ويوجه اتهامات للرجل، بامانه شديده كان يجب على اتحاد الكوره او رابطه الانديه ان تحول هذا العضو بسلطه القانون للتحقيق.
من امتلكت الاتهام ده من فين؟ يعني جبت العناصر الاتهام ده من فين؟ ايه دليلك على ان انت بتقول ان الراجل ده بيجامل الاستاذ جمال الزهيل او بيديله بيدفع له من جيبه او هيخلص له البطوله او هيعمل له على اي اساس؟ طب لما انت وكابتن كباتن الكره الارضيه ها وجعتنا وجعت دماغنا وصدعتنا من كلامك عن المثل والقيم، وانت معلش مع كامل احترامي ليك، المثل والقيم حسب الظرف اللي انت بتتكلم عليه، لما يطلع يتكلم وتوجه اتهام برئيس لجنه الحكام، فين الامر؟ تقول للحكام ما هنصلح، نصلح بيه يا اسلام، لن ينصلح الحال ما دام هذا الوضع باقي. تترك الامور ها؟ جمهور بيقول لك حماس ها؟ وجمهور اخر ها؟ كان بيشجع فريقه. طيب ماشي، بما اننا بنتكلم عن التحكيم، امبارح الحقيقه روي فيتوريا برضو كان عنده لقاء مسجل مع كابتن سيف زاهر في برنامجه، قال ان تقابل كاس العالم لازم يكون بخطه مدروسه وعلميه، بس الخطه ايه ما قالش، ومين اللي هيحط الخطه؟ المفروض هو احنا جايبينه كراجل مدير فني للمنتخب، هو يعمل كل اللي هو عايزه، ومفروض الاتحاد يلبي له كل رغباته. وبعدين هم مكبرين الموضوع ده، لو كاس العالم القادمه اصبح لو اتخذ قرار نهائي بانه عدد المقاعد الافريقيه 9.5 زي ما بيقولوا، تبقى كارثه لو ما وصلتش. يعني تبقى تعدهم طيب معايا، تبقى مصيبه يا استاذ جمال. نعم. تعدهم معايا عد ايه المنتخبات اللي واصلين؟ لا 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 عيب، 9 اعد التسعه معايا، 9.5 هتعد التسعه معايا؟ لا عيب ان انا ما اكونش لا عيب ان انا ما المغرب تونس الجزائر الكاميرون الجزائر غانا نيجيريا كمل معايا، كوت ديفوار ها جنوب افريقيا كمل، في ناس ثانيه في ناس ثانيه واقعه مننا، في ناس ثانيه واقعه مننا، هتخش انت في ايه؟ مصر في التاسع في الثامن والتاسع والنص. يعني انت عايز يبقى فيه 9 9 فرق افريقيه او 10 يعني 9.5 يعني هو النص ده يعني يا جماعه بس ما حدش فهمه، لا يعني النص ده بتروح تلعب مع حد تاني، ده تعذيب تعذيب يا ريس. النص اقول 9 يبقى ليك 9 مقاعد في كاس العالم ومصر مش فيهم، وفيتوريا يقعد يقول لي انا لسه بحط مش لاقي خطط، مش لاقي ايه؟ زي اول تصريح له لو تفتكر اللي اتهمونا ان احنا فهمناه غلط، مع ان هو كان كلامه واضح جدا، هم ردوا على ماشي. فهي الفكره كلها مين هترجع في النهايه؟ هتلاقي هو اتحاد الكوره هو المسؤول الاول والاخير عن كل ما يحدث عن هذا الامر. شوف احنا بقى لنا قد ايه في كذا موضوع المسؤول مين؟ اتحاد الكورة. نعم. فلا يا جماعه لازم يبقى في تركيز اكتر من كده. وانت مش عندك مفيش لجنه فنيه في اتحاد الكوره؟ لجنه ايه؟ لجنه فنيه ولا لجنة اي حاجه؟ الكابتن فتحي نصير اعتقد، والدكتور جمال محمد علي اعتقد، هو كان الدكتور جمال محمد علي، الدكتور جمال محمد علي المدربين ومنح الرخص ايا كان بقى، ما انت عندك اللي هي فين حازم. اللي هي فين الرخص؟ لسه هديك رخصه المدرب بيجهزوها ايه وبي وسي المرور يعني هديك ايه وبي وسي واللايسنس كلام الله الكلام اللي انت عارفه ده ماشي. كابتن اسلام موضوع اخطر مما تتخيل، بقى لنا 5 سنين انا بكلمك اهو، لغايه دلوقتي 7 سنين لا يا فندم الموضوع اخطر مما تتخيل، انت عندك فعلا ازمه. وعاوز اقول لك على حاجه، هو عارف الراجل بيعمل ايه؟ هو بيلف بيدور بدل ما حاسس نفسه قاعد فاضي، بيشوف قطاعات الناشئين ويشوفها. السؤال وانا قلت مع حضرتك هنا ومع الاستاذ جمال، من يختار الناشئ؟ يعني المدرس مدرب المدرس الاول ولا التلميذ؟ لا المدرس لا. المدرس اللي هو اللي بيختار. اذا لم يكن لديك مدرس شاطر ومتمكن من ادواته، هيعرف يختار التلميذ الشاطر؟ هو فين؟ ما هو ما فيش. انا بسالك سؤال، الناس اللي بتقول لك ايه ووليد الركراكي، ومين في مصر يشبه وليد الركراكي؟ مفيش. نقدر نساعده؟ ما عندناش يا ابني. ده وليد الركراكي اولا ده راجل لعب بره وراح الدوري القطري، عمل خد بطوله الدوري هناك، وراح عمل عنده تجارب وخد دوري ابطال افريقيا مع والدوري مع الوداد، وعمل يعني ايه طور نفسه واشتغل وراح ولقي جو. مين هنا الوضع؟ هنا بيقول له ابن الحيطه يا ولد ها وقفل وزي ما تيجي ونخطف واحده وخلصنا. مين اللي بتحسب؟ مين الحسابات؟ حتى الحيطه يا ولد مش كامله يعني. فانت هنا يا كابتن اسلام انا قلت لك ايه؟ لو اتحاد الكوره عمل حاجتين بس وانهم منعدهم تاني، تطوير منظومه التحكيم ها والبحث عن كوادر مدربين. انت النهارده في قطاعات الناشئين النهارده كارثه،
ما عندكش العين اللي تديك تعرف تفتش وتجيب. اول حاجه انت ما عندكش مواهب بمعنى الكلمه يا استاذ جمال. هو كيروش من الناس اللي جم دول مش اكتشفوا الماساه؟ قال لك مش عارفين يباصوا. احنا هندور ليه على تجارب كاننا بنخترع العجله؟ مش كان لنا تجارب مصريه ناجحه طبعا ايام اللي هو حرب الدهشوري، ايام الكابتن عصام عبد المنعم، ايام سمير زاهر. في لا يعني اتعمل اللي هو حرب بطولات القطاعات طبعا منتخبات طبعا. طيب واتعمل وطلع منها منتخبات ناشئين وشباب اللي كان بيقودها حسن شحاته وبيقودها شوقي غريب وهم اللي بقوا في مصر كلهم وكسبوا افريقيا وصعدوا الى كاس العالم وشاركوا مشاركه كويسه. وبعد كده جت منين التوليفه بتاعه المدير الفني 6-8-10 المدير الفني حسن شحاته والمدرب العام شوقي غريب واحمد سليمان وحماده صدري المجموعه دي جت ازاي؟ هي توليفه للنجاح ده صحيح. فيعني هل ده محتاج ان انت تنقل تجربه من الخارج؟ ما التجربه قدامك اللي هي ترتب عليها اللي قلت عليه حضرتك 2006 من 2006 ل 2010 تاخد كل مصر التوليفة. وصلت الى انها اصبحت التاسع في الترتيب العالمي. بس خد معها ايه؟ دوري قوي طبعًا. دوري ايه؟ طبعا دوري طبعًا. قوي حضور قوي للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. عناصر المنتخب كانت تتكون من ست قوي ده احنا اربعه وخمسه وسته وسبعه ما خدناهاش وصلنا النهائي وبعدين رجعنا خدناها ثمانيه تاني. اهم انا بكابتن دوري قوي حضور قوي للنادي الاهلي تشكيله المنتخب. يعني ايه لما يبقى تشكيله منتخب من فريق؟ اذا كان يا اخي برشلونه مع اسبانيا لما اسبانيا تالقت وخدت وكسرت الدنيا في العالم كان سبعه لعيبه اساسيين من المنتخب ايه؟ من تشكيله المنتخب الاسباني. لما كان هنا وكان عدد المحترفين عندك ايه؟ انت دلوقتي بتطالب بمساله الاحتراف، طب افتح باب الاحتراف. افتح باب الاحتراف. عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه لانها فتره صعبه جدا 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 على كره القدم المصريه في ظل هذه الظروف الصعبه وفي ظل هذه الاختبارات الصعبه جدا. الأيام القادمة لكن إن شاء الله مصر قادرة على أن تتعدى كل هذه الأمور وإن شاء الله يكون تنظيمنا لهذه البطولة بطولة تحت 20 سنة إن شاء الله يكون تنظيم جيد يليق باسم مصر. أنا بشكرك جدا يا أستاذ شكرا كابتن إسلام. أنا بشكرك جدا يا أستاذ محمود على وجودك معانا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وإن شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير.